سالم انت اطلع. لا لا انت الاول. عبيد انا عارف شو تبون تسوون، بس انا ما ينقص علي، ما بكون اول واحد يطلع من هالباب. كم باقي لنا من الوقت؟ باقي لنا حصة الكيمياء، وعقبها الفسحة، وعقبها وقت الصور الجماعية للصف. أكره الصور الجماعية للصف. أوف، وأنا بعد، بس هالمرة لازم الصورة تكون ممتازة. أمي بتعصب لو الصورة طلعت مثل السنة اللي طافت. وأنا أمي بتعصب بعد، ما في تجارب قبل الصور، نبقى أنت منضاف هاي المرة. إنزين، قولولي كيف بنمر خلال هالممر؟ انزين خلونا نمشي. ديروا بالكم شباب، ما تعرفون متى يطلع وليد. اه منصور، من زمان ما شفتك، امسك. عبيد ثيابي تخيست. لا الحمد لله، بس وجهك. بس وجهي، بس وجهي، بس وجهي، بس وجهي، بس وجهي. بس وجهك، بس وجهك. بس شو ها؟ شيلوه، شيلوه هذا، شيلوه. لا تحاتي، مثل ما كنت اشرح، انا تقريبا خلصت من ابتكار كريم يقي من الاشعه الفوق البنفسجيه الصادره من الشمس، ويكون مصدر للفيتامين د. يعني الواقي هذا مفيد لجلدك، شوفي ريحته حلوة، نبدأ ناخذ منه؟ كلكم بتاخذون منه، لكن بعد ما خلص الاختبارات عليه. أنا ما أتذكر متى آخر مرة شميت ريحة حلوة، أنت تتذكر؟ لا، أنت تتذكر؟ ذكر شو؟ شو؟ مشكورين يا شباب، هالشي ياخذنا لنقطة مهمة أخرى في درس اليوم عن الفيتامين دال. أثبتت دراسات حديثة أن الفيتامين دال ممكن يكون مفيد جداً لذاكرتكم. أنت أول. أوهو بدينا، نقدر نتم هني ونساعد أستاذ علي في تجربته. تقدرون ترجعون بعد الفسحة وتساعدوني في التغليف. يلا روحوا. شو هالفوضى؟ جذي لازم يكون ممر المدرسة. أوف، ليش كل شيء يكون وصخ يوم تحاول تنظيف؟ حتى يلسم برايم النيلس. ما عندنا حل غير أننا نتريا. ما نقدر نلعب كورة، حتى غدا ما نقدر نتغدى. أكره يوم التصوير المدرسي. حان وقت التصوير، بناخذ الكثير من الصور اليوم، وبنبدأ أول شيء بالصور الفردية، وبعدها بالصورة الجماعية للصف. أوف، أخيراً. رجاءً، كل واحد يسمع اسمه يجي لغرفة المصور. والحين بنبدأ بأحمد أسامة. أحمد بدر،
أحمد ثامر، أحمد جمعة، أحمد حسن، أحمد حسين، أحمد عمير، أحمد غانم. شكله بياخذ وقت، خلونا نرجع للأستاذ علي. ها؟ من موجود؟ أكيد راح. غريبة، مو من عادة الأستاذ علي إنه يتخلى عن أي تجربة. بعدين ما استخدم أدوات التغليف، في شي غريب، لازم نتحقق من الموضوع. اللي لازم نسويه هو أننا نتصور. عندنا وقت، يلا. وأخيرا لقيناك، كنا ندور عليك في كل مكان. شو ها؟ أعتقد في شيء على... أوه صحيح، الظاهر في آثار جانبية غير متوقعة للكريم، بس لا تخافون ما بيتم للأبد. ما أظن. بس لو الكريم سوالك شي أكيد سوى نفس الشيء حق. ها؟ شو؟ لا معقولة؟ لا لا لا، بيصورني عقب 10 دقايق. جاسم عبد الله. في الواقع احتمال أقل. لا 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 تحاتون، كل شيء بيكون تمام. أجريت بعض الحسابات وكل اللي يحتاجه شوية من الكريم عشان أخلطه مع مركب ثاني، وبيساعد على عكس تأثيره مباشرة. يعني أنت ما عندك الكريم؟ لا خليته في المختبر. بتقول له ولا أنا أقول له؟ الكريم اختفى، لازم نلقاه وبسرعة. من وين نبدأ؟ خليل أحمد. مرحبا شباب، شفتوا كريم الأستاذ علي؟ الغرشة اختفت. شو؟ أي كريم؟ اللي كانت في حصة الكيمياء. تتذكر؟ لا أبدا ما أتذكر. الكريم اللي ريحته حلوة. ريحة حلوة. لا لا، الكريم اختفى، شفتوه؟ نحن؟ هي أنتو؟ لا ولا شيء. ولا شيء بالمرة. تقصد هالكريم؟ الحين تذكرت، ريحته حلوة وفي فيتامين د زين للذاكرة. صح؟ صح، بس مو من الكريم، تقدرون تحصلونه من ضوء الشمس أو زيت السمك أو... شكرا على الكريم يا شباب، نقدر نسير الحين؟ راشد أحمد، رشيد، شو رأيكم تطلعون من الظل وتوقفون تحت أشعة الشمس شوي؟ واحد 1.98 جرام. انزين؟ ما عندي فكرة، مو بعارف وين المشكلة. هذانا شو بسوي الحين؟ ما عندكم أي حل؟ لا مو بالحين. حاولت قد ما أقدر أني أتم نظيف، ليش دايماً المشاكل تطيح على راسي؟ أنا ما أدري. الوضع مو بسيء لهالدرجة. هي على الأقل أنت نظيف، برتقالي بس نظيف. ها سهل عليك تقول هالكلام، أنت ما بتكون برتقالي فاقع في الصورة الجماعية للصف. عندي فكرة،